استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافري هذا اليوم عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن خالد الخليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة، الذين باركوا لجلالته قدوم شهر رمضان المبارك مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير والتقدم والازدهار. وقد بدلهم حضرة صاحب الجلالة رعاه الله التهنئة بهذه المناسبة المباركة شاكرا لهم مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الصادقة.